نقول لك قلت لك المقابلات هي اهداف، الاهداف ما سجلناش حنايا، درنا كل شيء الى الاهداف، لانه كي تشوف الفرص اللي ضيعناها ما تضيعش، اما وجه امام الحارس ما تضيعش. شنو نقول لك؟ مازلنا عمل كثير، لانه التشكيله تاع الموسم هذا تغيرت بزاف، وجبت لاعبين من الهوات اللي دفعت بهم ان شاء الله، وكاين دي جدول الجوار ان شاء الله غندفع بهم. كما اليوم لا دوزيام بارتي اون دوميني، مي دوميناسيون ما كانتش فيها دي زوكازيونات، البارادو قعدوا دارير سير دي كونتر. شنو نقول لك؟ اون ديفات، خلينا نعاود امورنا ان شاء الله.